وادي دجله والاهلي لا يساق. المهم يعني سمعنا الكلام ده كله. عايز اسمع تعليق خميس. موضوع الالتراس طبعا موضوع انا في رايي هو موضوع الساعه في الكره المصريه، مش دلوقتي بس، لكن خلال الفتره القادمه كلها. في رايي ان في الفتره اللي جايه هيبقى في حرب كبيره جدا ما بين المسؤولين في الدوله وما بين روابط الالتراس. الحرب دي هيدفع ثمنها الكرة المصرية وكل كل شخص مشارك في الكرة المصرية. بس مش شايف حرب دي جامدة شوية؟ لا حرب يعني، لا هيبقى في حرب، تبقى اهدى شوية يعني. النهاردة مثلا راحوا الدنيا كويسة، لا لا في تشجيع مثالي، لا لا في حرب، عايزين نبقى كده الدنيا يعني. لا اصبر لغاية اخر التمرين بس او اخر الماتش هتلاقي ان في شتيمة. عايز اكد ان في ناس بتزايد وبتقول ان، وفي ناس بتبعت لي على تويتر وبتاع، وانت فين من اللي بيحصل؟ انت فاهم من ايه يعني؟ من اللي بيحصل دلوقتي للوايت نايتس. وعايز اوضح لهم الحقيقه اللي ممكن يكون بعض القاده بتوعهم ما وضحوش للشباب بتوع الالترس. ان انا كنت بلعب دور كبير جدا ودور مهم جدا في المصالحه اللي كان ممكن تتم ما بين المستشار مرتضى منصور وما بين الوايت نايت. ولغايه من اسبوعين فاتوا كنا على بعد 24 ساعه من ان احنا نعمل قعده، وخدت على اتصال دائم بالمستشار مرتضى منصور وامير مرتضى واحمد مرتضى. المستشار مرتضى منصور نفسه اتكلمت معاه، وكلموني الناس من القاده بتاعه بتاعه الوايت نايتس، لان كان فيه ولدين محبوسين في الواقعه بتاعه الهجوم على النادي والدخول النادي والقصه دي. فكان طلب قيادات الوايت نايتس ان هم عايزين الولدين دول يخرجوا. وبالفعل انا اتكلمت مع المستشار مرتضى وقلت له ان دول زي ولادك، وايا كانت هم عملوا ايه انا هجيبهم يقعدوا مع حضرتك ونقعد مع بعض ونخلص المشكله. ودي مش اول مره نتدخل للوايت نايتس في حاجات كتيره جدا، منهم ساعه المحكمه العسكريه. الحمد لله انا اللي طلعت ورحت قابلت القاضي، والحمد لله خرجت 20 ولد، حاجات كتيره كلها. وكنت انا موجود في قطر لانشغالي بتحليل مباراه الدوري الانجليزي، وكنت اتفقت ان انا هرجع هوصل يوم الثلاث، وهنعمل القعده يوم الثلاث بالليل ما بين القاده بتاعه الوايت نايتس وبعدين المستشار مرتضى منصور. كان المستشار مرتضى منصور خلاص وافق، يعني خلاص الموضوع خلص. فوجئت يعني، نمت بالليل صحيت تاني يوم الصبح بالقصه بتاعه اطلاق النار على المستشار مرتضى منصور. والموضوع طبعا خرج بره ايدينا كلنا، ما بقاش في حد حتى ينفع ان هو يتكلم يدافع يقول اي حاجه. فباكد ان انا يعني، انت كنت متكلم مع ناس متكلم مع القاده وهم مش مسيطرين على الباقيين مثلا، بتكلم مع القاده مع بعض من قاده الوايت نايت ان خلاص هتتم قاعده مع المستشار مرتضى وهم موافقين وهنقعد، لان هم كان عندهم هدف واحد بس، هم يخرجوا الولدين المحبوسين دول. وكان المستشار مرتضى خلاص وافق على كده، وهنقعد وهنخلص الموضوع. والمستشار مرتضى موجود، والناس بتاعت الوايت نايت موجوده، واحمد مرتضى وامير مرتضى، كلنا كنا خلاص هنخلص الموضوع ده. انا باكد ان انا ما اقدرش اتدخل في اي حاجه فيها شبهه جنائيه. يعني انا النهارده راجل، ما اقدرش ان انا النهارده يبقى فيه دم ويبقى فيه شبهه جنائيه ويبقى فيه نيابه واعترافات، وان اعترافات ان الناس دي كانت هي اللي قالت لنا، وضرب نار وناس اتصابت، وبعد كده انا اتدخل اعمل ايه؟ انا مش فاهم. يعني هما بيلوموك، يعني بيقولوا لك انت ما تدخلتش. هما كانوا بيلوموا، بيقولوا ان انت ما تدخلتش وان احنا وقفنا جنبك. ماشي، انا على دماغي من فوق ان انتوا وقفتوا جنبي، وانا مدير فني نادي الزمالك، وانا لاعب، وانا راجل بعتز ودايما كنت بقول ان انا بعتز بوقوف جماهير النادي الزمالك، مش جماهير يعني الجماهير والوايت نايتس جنبي. لكن وكنت لغايه اخر دقيقه بلعب دور، انما النهارده لما يكون في محاوله اغتيال وفي تحقيقات نيابه وفي اعترافات وفي اجراءات النيابه بتاخدها، مفيش خلاص، انت ما اديتش للواحد اي مساحه ان هو يدافع عنك. فباكد ان احنا عمري في حياتي ما هقف على اي حاجه فيها بلطجه. يعني انا واقف مع الوايت نايتس، واقف مع الالترس في كل حاجه، في حقوقهم للدخول المدرجات، في ان وجودهم في المدرجات جزء لا يتجزا من حقوقهم الشخصيه، حقوق الجماهير يعني، حقوق الجماهير. انا 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 معاهم في ان ما يتظلموش في ان يتم ان هو النهارده يتم حبسهم او يتم حبس حد من اهلهم بطريقه بظلم. هي دول القانون يا ميدو، لو في قانون على الناس كلها، ده للناس على الناس. لا انا معاهم في حاجات معينه، ظلم ولا اي حد هيغلط يتعاقب. وانا أنا لا يعني. بس انا برضو في حالات افتراء بتحصل يعني، في بعض الاوقات خلينا انا معاهم كابتن حازم في ان هم
طريقة دخولهم للاستادات لازم تكون طريقة انسانية وطريقة ما يبقاش فيها تعدي، لان حتى وانا صغير وانا داخل لازم، وانا صغير كنت داخل الملعب وانا بشجع الزمالك اخد لسعة خرزانة على ظهري، كان لازم وكان الكلام ده كان زمان. لكن تضحك ليه؟ ده كان بيحصل. ايوه دلوقتي كنتش انت تخش الدرجة الثالثة طبعا؟ لا طبعا طول عمري. انا ماتش مصر مصر والجزائر 90 89 الزمالك، انا واخد كيس ميه معدي قدامي في الدرجه الثالثه من كتر العطش. ماتش 2-1 منصور. طيب خلينا نروح للصوره دي، طيب عشان برضو الناس نعرف ايه دي. الصوره دي بتقول كابتن اسماعيل يوسف طبعا. مين بقى الناس دي وبتعمل ايه النهارده؟ لقينا كنز يا كابتن حسن. كنز كنز.